الكلمة للنائبة المحترمة السيدة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية. تفضل سيدة النائبة. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة، الجامعة على مدى عقود خرجت ملايين الأطر والكفاءات، وعدد من الطالبات والطلبة الذين درسوا وتوفقوا في الجامعة المغربية كيتبوا اليوم مكانة علمية مرموقة داخل الوطن وخارجه. مع ذلك في الشجرة لا يمكن أن تخفي الغابة، حيث لازال التعليم العالي ببلادنا محتاجا إلى تجاوز التخبط وإلى التنفيذ الفعلي للإصلاح الجامعي، بعد أن اتفقت مكونات الأمة على الخيارات والتوجهات الكبرى لهذا الإصلاح، والذي ينبغي أن ينصب أولا على الطالب والأستاذ من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والمادية وإعمال العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة. ثانيا، من خلال إعادة النظر في هيكلة الجامعة وطريقة الحكامة ديالها والارتقاء ديالها بالبنيات ديالها والتجهيزات ديالها. ثالثا، عبر إقرار نظام بيداغوجي يكون قابلا للتملك من طرف الطلبة والأساتذة. لذلك نسائلكم اليوم سيد رئيس الحكومة حول معالم تنفيذ إصلاح التعليم العالي من أجل وقف مظاهر الاحتقان والهضر الجامعيين، وبأفق تمكين البلاد ديالنا من تعليم عالي جذاب ومستجيب للتحولات. وشكرا. شكرا السيدة النائبة. الكلمة للسيدة النائبة المحترمة السيدة الباتول أبلاضي باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. تفضل السيدة النائبة. سيد الرئيس الحكومة المحترم، المتتبع لأداء حكومتكم يقف على حقيقة صادمة تحولت فيها وعودكم الوردية بتعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي وتحسين جودته إلى أوهام وسراب. فقد تنكرتم للقانون الإطار 51/17، ألغيتم باشلار، أربكتم الجامعة، عبثتم بالمسار الجامعي للطلبة، ألغيتم بناء الأنوية الجامعية، وأخفقتم في تنزيل أقطاب الجامعية، وقفتم موقف المتفرج من استشراء الفساد الإداري بالجامعة المغربية. لذلك إن كنتم تملكون السيد الرئيس المحترم الجرأة بين جواب لغة كيفهموها المغاربة، ما هي خططكم لتوفير تعليم عال ذي جودة لكافة الطلبة المغاربة ويؤهلهم للاندماج في سوق الشغل؟ ماذا أنتم فاعلون لإنهاء حالة الارتباك البيداغوجي الذي تعيشها الجامعات وانتشالها من مستنقع الفساد؟ أين هي الأقطاب الجامعية التي وعدتم بها؟ أين أنتم من توصيات النموذج التنموي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؟ الآن للسيد رئيس الحكومة للإجابة على الأسئلة المطروحة في إطار إحداث الموضوع. لقد أنا الأوان لكي تمتلك بلادنا منظومة حديثة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حتى تتمكن على المدى القريب والمتوسط من الإحاطة بمختلف التحديات التي يعرفها واقعنا راهن. لأجل ذلك فقد نجحت الحكومة في صياغة تصور جديد للقطاع يبني على حزمة متسانسة من القيم بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين ودعم التفافهم حول رؤية مشتركة وموحدة لهذا الإصلاح، لا سيما عبر تكريس شفافية جميع المسارات والمنظومات الجامعية وإرساء ميثاق للأخلاقية تكرس المسؤولية المجتمعية والبيئية للجامعة، بفضلا عن وضع منظومة لتقوية التميز الأكاديمي والعلمي والتدبيري، ووضع ميثاق للإنصاف وتكافؤ الفرص في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، مع الحرص على الانفتاح المستمر على حاجيات سوق الشغل الوطني. ولضبط مسار هذه الإصلاحات، هذا الإصلاح البيداغوجي للجامعة والنهوض بمستوى مواردها البشرية، تم منحه نفساً طويلاً من خلال اعتماد أربع مخططات مديرية ستشكل في مجملها أسساً مرجعية لقيادة تحول المنظومة في أفق 2030، وكتتركز على ما يلي: المخطط المديري للتعليم العالي، ويشمل إعادة النظر في أولويات التكوين وفي الهندسة الجامعية لمؤسسات التعليم العالي الخاص والعام، وكذلك المؤسسات الأجنبية. المخطط المديري للبحث العلمي الذي يهدف إلى إعادة تحديد أولويات عروض البحث العلمي وتعزيز مختبرات البحث، مع إعادة النظر في نظام براءات الاختراع العلمي. المخطط المديري للابتكار، ويعمل على تجديد مواضع الابتكار مع وضع هندسة جديدة للفاعلين المعنيين
لا سيما من خلال تعزيز دور الحاضنات ومراكز التحول التكنولوجي وتحديث منظومة براءات الاختراع. أخيراً رابعاً، المخطط المديري للتحول الرقمي، ويستهدف مراجعة وتجويد المسارات الجامعية لكل من الطالب والأستاذ الباحث والكافة الأطر الإدارية والتقنية، ناهيك عن تحفيز مسار المشاريع الناشئة والمستثمرين وباقي الشركاء. ومن شأن إرساء هذه المرجعيات الكبرى التأسيس لنموذج جديد للجامعة المغربية، نسعى من خلاله إلى تحقيق آمال بناتنا وأبنائنا والاستجابة لطموحاتهم، سواء من خلال إدماج الجامعة في محيطها الترابي والسوسيو اقتصادي وتمكين المجالات الترابية من لعب دور محوري من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة، أو عبر التأسيس لمنظومة ناجعة للحكامة المؤسسية للقطاع تقوم على إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج وتعزيز البحث العلمي. وكما يسعى هذا النموذج البيداغوجي الجديد إلى الارتقاء بنظام LMD، يعني الليسانس والماستر والدكتوراه، المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، للتأكيد على أن الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد خريجين من أجل سوق الشغل، إنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعليم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، إضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1000 طالب دكتور مدرب سنوياً، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسباً مهمة من الإحالة على التقاعد. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.